كونيتشوها منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. واليوم عدنا لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح نتحدث عن اعلانات غريبة لبعض الانميات، فمثلا نجيب ون بيس او دراغون بول او هجوم العمالقة، ونشوف الاعلانات اللي عملوها لاشياء واقعية عندنا في الواقع، فاهم كيف؟ فقبل ما نبدأ لا تنسونا بلايك اشتراك نشر هذا المقطع في كل مكان، وخلونا نبتدي. الحر كتير، فضروري تحتاج الى شراب منعش ويكون بارد جدا. عندنا الحل، عندنا كوكا كولا. واذا ما تحب كوكا كولا فعادي، عندنا كمان فانتا. اوكي، اذا ما كنت عطشان اكيد تكون جوعان، لذلك احضرنا لك دجاج كنتاكي. ون بيس ايس كريم اتكي باك. اوكي، والحين بنادي نجارنا الرهيب اللي هو فرانكي. تعال يا فرانكي، قدم لنا اعلان لسيارة. دائما السيارة، يلا اشتروها، بسوي مزاد للسيارة. اوكي، الحين بنادي ترافالغار دي ووترلو، تعال قدم لنا اعلان لادوات الحلاق. اوريمو كروس فيت ني كايرو كا كونو كيريوزي ساسوغا غوماي با كسوينا كوري غا كروس فيت غا اومارا ايتسمو تو تشيغاو نا توراومو كوري تسكاتته ميرو. اوكي، والحين عندنا اعلان مقتبس من ارك حرب المارين فورد، والاعلان خاص بالاندومي او شيء يشبه الاندومي. اوكي، الحين بخلي ون بيس على جانب ونتكلم عن هجوم العمالقة. عندنا اعلان لسنيكرز. كيوجين وا اوناكا با هيرتو ديبي فوجين ميتاي ني اوكوري بوكو نارو نو كين نو ساسكا نو ماندوكا وو. تخيل معي يا عزيزي المشاهد انك في هجوم العمالقة وعندك سيارة، اي سيارة ستكون؟ انا انصحك تشتري هذه السيارة. سبارك كونفيدنس ان موشن وول فورستا وا واريا نايتشي سانغاكو تشيتاي ديرا. قاضيم على الاعلان، قتلني ضحك. اوكي، والحين دراغون بول، بدك تصير ترقص زي كذا، خذ لك عصير جوجو، عصير طبيعي وجدا رهيب. اوكي، الاعلان التالي برضو عن كنتاكي، خليكم تشوفوا جوجو وهو ياكل دجاج كنتاكي. ドラゴンボトル付き最強セットじゃ。
كنتاكي دي سونغو. أدري أن فيه أشخاص ما يحبون جوكو، لذلك احترت لكم فيجيتا. فإذا ما كنت تحب أكل جوجو أكيد راح تأكل لك أكل فيجيتا. خليك مع الإعلان. يا ساي يا ساي تن سايجين ميتاي نامايي شياغاتتي دون دون كوري بولما كوري يا سايجين ني نارو كاب نودل فيجيتا كوتشي مو كوري. دراغون بول ما ترك ولا شيء وما سوى عليه إعلان. يا أخي عندهم حتى إعلان لمكتب، حتى أنا جوجو بيشرح لك كل التفاصيل المكتب هذا. ما رأيكم بالإعلانات؟ صراحة قتلتني ضحك بعض الإعلانات زي أدوات الحلاقة والمكتب ذاك والرقصة جوجو. يا أخي التحشيش مو طبيعي. أخبروني في التعليقات ما رأيكم بهذه الإعلانات، ولا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، نشر هذا المقطع في كل مكان، ونلتقي بمقطع آخر إن شاء الله. جانا منا. うまくできないくて